الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يسرنا ويشرفنا أن نستضيف فضيلة الدكتور أكرم حجازي. الدكتور أكرم حاصل على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع. الدكتور أكرم أحد المهتمين بقضية أختنا الأخت الأسيرة المسلمة كاميليا شحاتة زاخر. له كتابات كثيرة سواء كانت مطبوعة أو على هيئة أبحاث أو تنشر على الإنترنت. يسرنا ويشرفنا أن نلتقي به في هذا اليوم وأن نجري معه حوارا حول قضية أختنا كاميليا شحاتة زاخر. ولكن ابتداء نود أن يعرفنا فضيلة الدكتور أكرم بنفسه تعريفا موجزا. تفضل. أكرم حجازي فلسطيني أو أردني من أصول فلسطينية، حاصل على إجازة في الصحافة وعلوم الاتصال ودكتوراه في علم الاجتماع من الجامعة التونسية سنة 1999. كنت أستاذا جامعيا والآن متفرغ يعني للكتابة الصحفية والأبحاث الأكاديمية في قضايا الأمة الإسلامية ونوازلها بشكل عام. حضرتك فلسطيني أردني وحضرتك كتبت كاميليا مرحلة التوحيد. نعم. إيه سر اهتمام حضرتك بقضية أختنا كاميليا؟ يعني وحقيقة الانتصار للمستضعفين والمسلمين يعني في سياق نصرة الإسلام ودين الله سبحانه وتعالى كتبته، ويعني شعرت أنني مقصر عندما عاتبني أحدهم بأنني يعني أتجاهل القضية بالرغم من أنني يعني محسوب على المدافعين عن القضايا الإسلامية أو المناصرين لقضايا المسلمين عامة، فيعني لم أشعر بتقصير اضطرني، لكنني كنت منشغلا جدا يعني دون أن أهمل القضية. لكن بعد أن يعني كاتبني أحدهم فطلبت مهلة فقط كي أطلع يعني على الإشكال في مصر إجمالا فيما يتعلق بالنصرانية والإسلام وقضايا الطائفية وقضايا المسلمات الجدد من النصارى إلى الإسلام. بالتالي عندما استكملت القراءات واتضحت لي الصورة بشكل تام بدأت في الكتابة ورأيت أن هناك يعني شيء أكثر من النصرة. يعني في قصة الأخت كاميليا شحاتة شعرت أن هناك ملحمة من ملاحم التوحيد على المستوى الفردي، ملحمة كاملة للتوحيد، ملحمة كاملة بكل تفاصيلها خاضتها هذه السيدة. يعني أدعو الله أن يفرج كربها هي وأخواتها وكل يعني من يعاني ضائقة الحجز أو الخطف من الكنيسة. طب يا ريت حضرتك تقول لنا الملامح اللي حضرتك شفتها في هذه الملحمة، كيف كانت ملحمة كاملة من ملاحم التوحيد؟ يعني في فرق بين إنسان تدعوه إلى الإسلام ويسلم يقتنع بفكرة يقتنع بدين يشهد أنه الحق، هناك فرق بين إنسان يعد العدة لكي يسلم يعني عرف الإسلام صادق لكنه الآن يعد العدة لكي يسلم، لأنه لماذا يعد العدة؟ لأن لديه مشكلات يخشى ربما هناك يعني مسائل تحتاج إلى يعني تبصر إلى نظر إلى يعني إعداد. في مسألة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هنا للأسف الانتقال من النصرانية إلى الإسلام يعني يحتاج إلى يعني جهاد عظيم حتى يستقر ويشهر هذا الإسلام ويحمى صاحبه. هذه يعني مرحلة مرت بمصر، وهذه الفتاة عندما أو السيدة عندما نتابع ما يعني عندما نتابع قصة إسلامها كيف وعندما نتابع سلوكها من الشهادات المتوفرة بين أيدينا
هناك امرأة تعاني أو يعني تعاني من زوجها فيما يتعلق مثلا في الستر، هي امرأة محتشمة تحب الحشمة تحب، لكن زوجها يقابلها بسخرية من الحشمة. هناك امرأة قررت دخول الإسلام ولديها طفل عمره 6 شهور، وهي طبعا عندما تسلم تخشى أن يحدث مكروه لها وتنفصل عنه، لذلك بدأت بعملية تأهيله كي يعيش بعيدا عنها وتجهد يعني لتعويضه على العيش دون أمه، لأنها قد تعتقل قد تقتل قد تخطف قد، وبالتالي ستنفصل عنه. من حرصها عليه بعاطفة الأمومة وروح المسؤولية بدأت تعد الضوء يعني ليتقبل يعني أي شخص مثلا يحمله، أي شخص مثلا يرضعه، أي شخص يعتني به، بحيث يعني بمعنى آخر بدأت تفك الروابط بينها وبين الطفل، لأنها أمام خيار إما طفلها وإما التوحيد. بدأت لديها أمانة لزوجها، كان يضع مثلا في حساب باسمها قرابة 32,000 جنيه في البنك، سحبتها ووضعتها بمغلف وعادتها له. بدأت تجري اتصالاتها لإشهار إسلامها، خرجت من المنزل كسرت شريحة هاتفها، يعني المرأة قامت بعدة هائلة جدا يعني وهجرت لتهاجر إلى التوحيد. وهذا يعني هي أسلمت، وإن كان ممكن أن تخفي إسلامها يعني، لكنها هي حريصة على أن يكتمل التوحيد باكتمال سلوك ومتطلبات التوحيد، بما يعني مثلا في يعني حرصت على يعني أمر يعني عجيب في امرأة في مثل حالها، ألا تعاشر زوجها، لأن هي دخلت الإسلام وبالتالي بات هو محرما عليها. فكيف استطاعت أن تجاهد طوال يعني تقريبا عام ونصف وهي تجاهد نفسها بالابتعاد عن زوجها؟ ماذا كانت يعني تفتعل من الأسباب التي تجعلها يعني 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 محرمة على زوجها، بحيث لا يحرمها زوجها ولا يضايقها أحد بنفس الوقت؟ فهي خضت ملحمة عقدية، ملحمة توحيدية بكل معنى الكلمة. ضحت بولدها، ضحت بعلاقتها مع زوجها، هجرت من بيتها، تحملت الأمانة، فعلت أشياء كثيرة من صميم، حفظت القرآن، تعلمت في الدين، يعني امرأة يعني لا أستطيع أن أصفها يعني وكأنها في معركة، وبالتالي هي ما فعلته ملحمة التوحيد يعني بأدق التفاصيل. يعني ماذا يعني أنا لا أجد أنا اسما يعني يليق بها بأقل من هذا التعبير أو بأقل من هذه التسمية. لهذا يعني كتبت أول مقالة عن يعني تفاصيل هذه الملحمة الفردية، ولم أكن يعني أظن أنني سأكمل، لكن بالنظر إلى ما قرأت وما يعني توفر لدي من عدة معرفية ومتابعة، وجدت أن هذه الملحمة يعني لها لها أطراف، لها تشعبات، لها تداعيات، لها يعني لها الكثير من المعنيين فيها. يعني لن يكفي مقال واحد يعني كمين شهادة خاضت ملحمة التوحيد، هناك آخرين دافعنا أيضا خاضوا ملحمة التوحيد، هناك مسلمون، هناك علماء، هناك طلاب، هناك الكثير ممن يعني عاش هذه الملحمة بكل تفاصيلها، الشهود، العائلات التي أقامت عندهم هذه السيدة، الناس الذين يعني تكفلوا بالوقوف يعني وتحدي السلطة يعني القمعية في ذلك الوقت، يعني وبإصرار عجيب، يعني ما كانت تعني لهم يعني كميلة شحاتة، لا شيء يذكر سوى أنها امرأة يعني وحدت الله، وهؤلاء الناس أيضا خاضوا معها الملحمة بوسائلهم وطرقهم يعني المناصرة، يعني هي في الخطف، وهم في الشوارع، وهم في المنتديات، وهم في الغرف، وهم في المراصد، وهم في المواقع، وهم في الصحف، وهم أمام الإعلام، وهم في محاكم أمن الدولة، وهم يخوضون أيضا، الجميع خاض حقيقة ملحمة التوحيد. لكنني أنا عندما كتبت
الملحمة حقيقة في يعني بدايتها بهذه المرأة، لكن الحقيقة أن الملحمة أوسع من يعني كمينة شحات نفسها. يعني نحن أمة مستضعفة مطهورة بدينا مطهورة بأخلاقها مطهورة بماضيها مطهورة بمستقبلها مطهورة برسولها. نحن أمة وصلنا إلى مرحلة لا نستطيع أن نحمي امرأة دخلت الإسلام. نحن أمة لا نستطيع أن ندافع عن لا توحيد ولا عن الإسلام ولا عن المسلمين. ما شاء الله حياتي أن الإسلام وصل إلى هذا الدرك الأسفل من الإنحطاط. المسلمين مش الإسلام، لكن عندما تجد امرأة تخوض يعني ملحمة طاحنة من ملاحم التوحيد وهي امرأة وانت يعني جالس معزز مكرم، لعل لديك مجد او مال او شهرة، بينما امرأة تخوض كل يعني هذه الملاحم وتخوض كل يعني تعد كل هذه العدة. لا لا كيف يمكن ان يحتمل يعني المرء يعني ان يكون سلبيا او يكون يعني قابلا بالذل، قابلا حتى بالنفاق والدجل. بينما امرأة يعني تستعد يعني لمواجهة مصير أسود، هي ليست ضامنة يعني أن إسلامها وإشارة إسلامها ممكن، وهي تعلم علم اليقين ماذا يعني يعني إسلام، خاصة أنها زوجة قس. طيب مهما كتبت ما الذي ستزيده يعني؟ ما الذي ستضيفه؟ أحيانا نكتب يعني لنعزي أنفسنا، وأحيانا نكتب لننتصر، لكن يعني هؤلاء نسوة يعني أخوات يعني يدفعن الثمن الباهظ، ولدينا في مصر 1,000,000 عالم، ولدينا في السعودية أيضا 1,000,000 عالم، لدينا في الأمة قرابة 5 إلى 10 مليون عالم مسلم أو طالب علم شرعي، ولا تجد من يسمع بمأساة. يا رجل 4-5 يعني مليون يتلاعب في أمة بحالها بأي حق وأي منطق؟ يعني يمكن للشنودة وغير الشنودة أن يتلاعب بهذه الأمة يعني بأي منطق يعني بأي شريعة؟ حضرتك في اطروحاتك تشبه التنصير أو انتشار الكنائس والأديرة وبنائها داخل مصر بالمستوطنات اليهودية وبحركات التهويد. يعني حضرتك توضح لنا الأطروحة دي. أخي الكنيسة وأضرعها في الخارج تعمل طبقا للحركة الصهيونية وأضرعها في فلسطين. عندما اغتصبت فلسطين آليات انتقال الأراضي التي جرت في فلسطين هي ذات آليات انتقال الأراضي التي جرت يعني تجري في مصر الآن. ثم يعني هدف الصهيونية كان كل فلسطين، لكن يعني هناك هنا يقولون أنه هؤلاء يريدون دولة قبطية مستقلة. يعني لو عملت انت يعني مسح على يعني جغرافي لانتشار الكنائس المصرية ستجدها في كامل أنحاء مصر. هذا يعني قطعا أن الهدف ليس دولة مستقلة، ليس دولة مستقلة أبدا.
الهدف هو كل مصر، وهذا الهدف جرى التعبير عنه بموجب يعني تصريحات رسمية من الكنية وتربية. قلوا لك نحن أصل البلد. طبعا بطبيعة الحال لا يعني هذا أنهم يقولون يعني ارحلوا من البلد أيها المسلمون، لكن هذه يعني بلدنا، وبلدنا قبطية نصرانية، وبالتالي لنا الحق أن نتصرف بها كما شاء ونبني فيها ما نشاء من الكنائس وكيف ما شاءت هذه الكنائس، حتى لو كانت حصون القلاع معدل للحرب. طبعا هم يساعدون في هذا القوى الليبرالية والعلمانية والكثير من الشيوخ المتخاذلين يعني والعلماء المتخاذلين، وبالتالي تظهر سطوتهم بهذا يعني من هذه الأبواب، وإلا هم يعني يعقل يعني أن تكون لهم هذه القوة يعني لو لم تكن لهم أدوات منحطة لتعمل يعني لصالحهم أو أن تنفخ يعني في مشروعهم الحياة. ومن أجل ماذا يعني؟ من أجل الأموال يعني. يعني هل يعقل أن تباع الأمة ويباع تاريخها وتباع دينها وتباع عقيدتها ويباع 80 مليون مسلم من أجل مال، من أجل أن يكون لك يعني هبة من سويرس أو هبة من شنودة أو هبة من الصهيونية أو هبة من أمريكا؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل يعني أن الأمة بالنهاية ستستسلم لشنودة ولأمثال شنودة؟ لا يمكن هذا الكلام أخي. لكن هم يهمهم كل مصر وليس جزءا من مصر، لأن جزءا من مصر لو قلنا جدلا أنهم يريدون دولة قبطية في جزء من مصر، تخيل أن الدولة المقابلة ستكون دولة إسلامية وسيبدأ الصراع الديني، وهذا لا يخدم لا إسرائيل ولا حتى الدولة القبطية التي لا يمكن لها أن تصمد. إذن من الأفضل هو يعني تغيير ثقافة مصر، تحريف عقيدة مصر، إضعافها حتى النخاع، وإذا كانت لهم السطوة في هذا فقد نشهد مرتدين كثر يعني فيما بعد، وقد نشهد يعني مشكلات عويصة. وبالتالي هذا مشروع خبيث، مشروع ينبغي استئصاله، ينبغي التصدي له. لذلك عندما كتبنا في كميليا وملحمة التوحيد يعني ولجنا إلى 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 هذا الموضوع بكل تفاصيله، وإلى موضوع النصرانية والطائفية في مصر وتحريض الكنيسة وأفعال الكنيسة وإلى أدوات الكنيسة وآليات اشتغالها وآليات عملها. وبالتالي مكنتنا العملية أن نلاحظ أن في مصر، في كل مصر، من هذه القضية فقط أننا نخوض ملحمة التوحيد في كل مصر على هوية مصر، على مصير مصر، على عقيدة مصر. لذلك كميليا يعني هي التي أدخلت إلى هذا، وهي التي يعني إن شاء الله يعني ستخرجنا منها، لأننا سنتابع. أنا توقفت بعد الثورة المصرية على الكتابة في الموضوع، لكن لم أتوقف قطعا عن المتابعة، ما زلت أتابع الموضوع وما زال الموضوع حيا وما زلنا مستمرين في هذا. وإن شاء الله يعني إن شاء الله لا نحتاج إلى الكتابة في موضوع الأخت كاميليا إلا وقت كانت يعني نالت حريتها بإذن الله تعالى. أحد تنظر للأخبط المهجر كأنهم لوبي، وبتنظر للكنائس والأديرة وانتشارها الجغرافي زي ما حضرتك طرحت إنها كانتشار المستوطنات اليهودية، يا ريت حضرتك تلقي الضوء على هذه النقطة. اليهود عندما عملوا الاستيطان في فلسطين عملوا مستوطنات، يعني كانت مستوطنات زراعية وسكانية، ومن خلالها سيطروا طبعا فيما بعد على فلسطين. لكن الكنائس في مصر تتواجد في مناطق السيطرة، تتواجد على حدود قريبة من البحار، على رؤوس الجبال، هذا وفي معازل يعني، هذا يعني أنها يعني في مناطق غير مسكونة غير مأهولة أصلا، واضح أنها مناطق يعني اختيار نقاط سيطرة. ثم تصميم الكنائس هو تصميم حربي، يعني يسأل أي خبير أو من المهندسين المعماريين يعني يعلمون علم اليقين أن هذا التصميم هو تصميم حربي صرف، لا هو تصميم يعني للعبادة ولا هو يعني. انظر انت مثلا يعني الجوامع في مصر تستطيع يعني ان تنظر يعني الى الشباك من خارج من الشارع، يعني تستطيع ان ترى ما في المسجد. لكن في الكنائس الكنسية يعني ترى
الأسوار العالية والضخمة والسميكة يعني، وهذه يعني تنظيم حصون من تصميم كحسن حتى مش كقلعة حتى نقول يعني. أنا شفت كنائس أوروبا صراحة ليس بهذا الحجم أبداً 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 أبداً، ليس بهذا الحجم. هذه كنائس مصممة أيضاً يعني كحصون بدليل أنها منتجة، تنتج يعني المواد الغذائية، تنتج الكهرباء، تنتج المياه، تنتج يعني كل ما تحتاجه، كل ما يحتاجه الحصن يعني للحياة. بالتالي أنت لست بحاجة يعني بإمكانك الاصطناع عن الخارج. يعني إذا ما هم مثلا إذا ما هوجمت هذه الحصون أو أجبرت على التفتيش أو أجبرت على الجسم، فهم يعني مهيئين يعني لخوض معركة، لخوض حرب. وإلا لماذا صممت بهذه الطريقة؟ كتصميم المستوطنات اليهودية بالضبط. نعم المستوطنات اليهودية هي ذات بعد عسكري في التصميم، لكن ليس بهذا المنطق. يعني هذاك تصميم ديموغرافي، تصميم يعني بهدف السكن، لكن تصميم هنا تصميم حصون وليس تصميم لأجل السكن يعني. برغم من هي بالداخل معدة طبعا السكن، لكن صح تصميم الكنيسة برمته كشكل وكجوهر وكمحتوى وكأهداف وك يعني إنتاج هو حسن. يعني نحن نعلم القلاع يعني لا تكون معدة لسكن عائلات ولا تكون معدة لإنتاج ولا كذا ولا، لكن هذه يعني تشعر كأنها مدن حصون ضخمة لإيواء البشر، لإيواء المقاتلين، لإيواء يعني للتحصن بها يعني والاستعداد للحرب يعني. وتلفي السياسات على الأرض بقى بيقابلها تحرك سياسي آخر للضغط على القيادات الأمريكية المادية. نعم حتى سعة المصر يعني سعة إذا بتقولها ككنيسة، السعة القائمة فيها يعني لا يمكن بأي منطق أن تحسب للعبادة بالمقارنة مع يعني العدد المحدود يعني لكل النصارى في مصر، بالإضافة للعدد المحدود أصلاً لمن هم يعني ملتزمون في العبادة يعني على الديانة المصرية يعني. بالتالي نحن أمام يعني خبث ومشروع يعد له ويستهدف يعني كل مصر وليس جزء من مصر. طب يعني أثقلنا على حضرتك، ولكن هنختم بسؤال. رؤية حضرتك لنهاية أزمة أختنا كاميلا شحاتة، وما الحلول التي ممكن أن تطرح لحل هذه الأزمة؟ شوف إذا الكنيسة يعني بدها تتعقل وتستمر في مشروعها يعني إلى حين أن يقع الصدام، فلتطلق صراح الأخوات هذه وتؤجل الصدام. لكن إذا الكنيسة يعني أرادت يعني تعاكس المنطق والواقع فيعني هي تدفع إلى الصدام. الآن الصدام قد يكون يخدمها قبل الثورة، لكن بعد الثورة بأي منطق يخدمها؟ لا يمكن أن يخدمها، بالتالي هي تسير نحو الانتحار. طب كيف كان يخدمه الأمر قبل الثورة وكيف لا يخدمها بعد الثورة من رؤية حضرتك؟ ما قبل الثورة لأن هناك يعني كانت لها قوة محلية داعمة، الدولة كانت داعمة، الدولة كانت تلعب أصلا على تنمية الاحتقان الطائفي يعني وتستفيد من البقاء، أجهزة الأمن كانت تدعمها، القوى الليبرالية التي كانت تحتمي والعملية التي كانت تحتمي بالأمن يعني بالدولة كانت تدعمها وما زالت طبعا أقل من أول يعني لم يعد يعني موضوع هذه القوة يعني أن تفرض أو يعني تردح باللهجة المصرية كما ردحت سابقا يعني. القوى الإسلامية التي كانت يعني وحتى الشعبية التي كانت مضغوطة ومصادرة الحرية ومقهورة، الآن بإمكانها أن يعني أن يعلو صوتها يعني إلى 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 أن يملأ ميدان التحرير يعني. لماذا ستفعل الكنيسة إذا كانوا في يعني في الجيزة يعني عندما في العمرانية في مسألة تلك الكنيسة يعني فعلوا الأفاعيل لأن المسلم كان مضطهدا وهم كانوا يعني أسياد البلد يعني كما يقال. الآن هذا لن يتكرر، لن يستطيعوا فعله. أصدح حضرتك أنه ممكن دلوقتي الكنيسة تستفز الشعب المصري بأكمله
بإصرارها باحتجاز هؤلاء الأسرات المسلمات؟ لا أظن أنها باستطاعت هي ممارسة الاستفزاز أو الاستمرار في الاستفزاز. لا أظن مهما فعلت مهما يعني الشعب الذي تحرك بملايينه في المدن المصرية في شوارع مصر في ميادين مصر لا يمكن أن ترهبه لا أمريكا ولا إسرائيل ولا يعني شنو ده وغير شنو يعني. لا يمكن إذا كان قد تصدى لأعتى نظام يعني لماذا لا يتصدى يعني لعربدة شنو ده وعربدة الكنيسة يعني بيظنون يعني أن بإمكانهم أن يحولوا مصر يعني إلى دولة نصرانية كما يشاءون. لا يمكن هذا الكلام لا يمكن يعني الأمور عندما تصل إلى الطريق المسدود يعني في التفاهم إن لم يتعقلوا فهذا يعني أنهم سيدفعون الثمن بالنهاية. لن يدفع المسلمون الثمن قطعا لن يدفع المسلمون الثمن فليحسن يعني إن خسر المسلمون وإن خسر ثم يعني أنا أطمئنهم لا أمريكا ولا غير أمريكا في هذا العصر تستطيع أن تساعدهم. أمريكا في الساعات العسكرية انهارت إذا كانوا يعتقدون أو يعولون على تدخل أغربي أو أمريكي في مصر فهذا أحمق ما يكون من القرارات أو من الاعتقادات. أمريكا الآن والغرب لا يستطيعون خوض معركة في يعني خارج الولايات المتحدة لا يستطيعون مثل هم يراهنوا على ماذا يعني. على ماذا يراهنون يعني على مساعدة غربية تأتيهم من الخارج يعني لن يستطيعوا فعلها لهم ولا غيرهم. ثم المستقبل واضح أنه للمسلمين من الأفضل لهم أن يعيشوا في كنف المسلمين كما كانوا من قبل وهم الذين حموهم وهم الذين أمنوا وجودهم إلى هذه اللحظة أفضل لهم من أن يعيشوا في صدام يخسروهم أكثر مما يخسر المسلمين. في نهاية اللقاء لا يسعنا إلا الشكر لحضرتك شكرا جزيلا وأفقنا على حضرتك في هذا اللقاء وجزاكم الله خيرا ويعني نشكر باسم الإخوة والأخوات جميعا وباسم كل من يشاهدون هذا اللقاء نشكر باسمهم فضيلة الدكتور أكرم حجازي.